كان بيعيش بهرة 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 مقوم يكل ما بتغي درون الوقرات يكل ما بتغي وسن خطوي زياد لكن هنا الكرز أي الكرز أنت لا تصور نظر زرين دروة زرين دروة دروة أي تمد استماع أنا يأتي بكل صدق يغاولني إجلال التعبير صفح لأنني أسبق القصة غلب الدنيا ميتني لي أسنين تمسيت يعني مسؤولين أسبق الغيش ديقن بغلاني غمس السياسة المغربية يستسمي بهرة وزمزاك بغليق الصح والسيخس لآله الجديد يريغ أفاد أتشكر الحضور كل اللي متغرى تسمونت شرفنا شرف تمازيرتنا نشرف تمازيرتنا كل يوم لأنه أريد رسوى الوقارات يريغ النيغ بارك الله لنغي دي مزيغ عبر شمال افريقيا انا ستنيغ مرحبا بكم بركة بهرة يلي غاتس بركة طلبا ولا نتني مكناس كمصطفى وسيا سي حميد اعطوش انا ستنيغ بركة بهرة اغوال وقرة بهرة افريقيا هيدا مترك واحد واحد مختلف وتنشكى ب 91 أردتني أكان أثقال أوان يغدوش كاسكا لا لا ولا تشي أغلط نبتسم ولكن ولي وليد طفل ونس كيف ما بغا يكون كنا يريد جميع الأوطان الشعار ونسى كان أثقال أوان الإنسان يغكسو كلا متكره تغاوسيوي هذه تخصي كيكان الماضي والحاضر والمستقبل ريغ أفاد المقرد أيفك يتيفوت ليفك على سبيل المثال در أعلامة على سبيل المثال خطاب الملكي الوجدي 17 يونيو 2001 التأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ثم ترسيم الأمازيغية والدستور 2011 من كان دور الأحزاب مثلا السياسية والجهة التمازيغ من كان دور المجتمع المدني من كان دور المواطن عادي هذه المسؤولية تكاتين كريم كتير تكاتين السياسي تكاتين المجتمع المدني تكاتين الشاعر تكاتين الكاتب تكاتين كريم تكاتين الأستاذ تكاتين المندوب تكاتين الوزير تكاتين كريم يعني يسبع ذات السنة إذ يغنفق التمازيغات يسنفق الأصل يسنى من يكني المغاربة يغنى في القيمة يلين سلام التيني فلاني كي يوصل الأصل ما خزنكني اللي غنمط الأصل أرسي كي لا تلاح عيش الأصل